يا ناهدة، خدي ام مروة لفوق، بدي احكي معها. وانت شو بدك؟ ما قلت بدنا نحكي اخي برهان؟ قلت لك. وانا كمان خالتها. ايه، واذا خالتها؟ خليكي قاعده هون. عايدة، يمكن مروة وكمال بيك عاملين شي شغلة عيب. اكيد عاملين. ولشو برهان بيك بده يزوجهم بهالسرعة لكان؟ انا لو محله لبرهان بيك كنت قلعتهم برات البيت. استغفر الله العظيم، بيطلعوا الواحد عن طوره. والله وضع كمال بيك بيزعل، شفتي شكله شلون صاير؟ شو بيزعل؟ بيستاهل، لازم يتحمل مسؤولية غلطته. ولا بدك اياه يعمل عمل فهو ومروة ويسكتوا له؟ اسكتي عيب. برأيي انه ما نلف وندور بالموضوع اكثر من هيك، وما كان بدنا يصير هالشي، بس صار اللي صار، وهلأ حنحل المشكلة وبسرعة. يوم السبت لازم نكتب كتابون. يلي بتشوفه مناسب اعمله اخي برهان. منيح. وامتى العرس لكان؟ عرس شو؟ كيف عرس شو؟ مروة مثل الوردة وما حزوجها بلا عرس. لازم نتفق على كل شيء. امتى حنعمل العرس وشو رح تلبسوها؟ قديش المقدم والمؤخر؟ وين بدهم يسكنوا الاولاد؟ ما حكينا بهالشي لسه. اولا تشتروا لهم بيت، وطبعا فرش جديد كمان. ما رح قاعد بنتي على فرش كنتكن القديم. شو هيك؟ والله شو رايك بقى افتحوا لبيت وخلوا احفادكن عندكم، وبصير كمال يجي لهون يزورن. والافضل انكم تبعتوا هالبنات لعند امهم عقيسري، بس انتوا ادرى بهالشغله. يعني ما بعرف شو بدكم تعملوا. ايه، وبدكم تجيبوا دادا لهداك الولد. اسمعي لقلك، رح اعمل حالي ما سمعت اللي حكيتي. وليش ما تسمعي؟ مروة فاتت على هذا البيت بنت يا مرت اخي، بنت، ومن حقها تلبس بدله وطرحه. اسمعي لقلك بلا ما يطلع جناني. ها هلا بحملك انت وبنتك وبزتكم على قيصري. عم تفهمي؟ عم تفهمي؟ بس يا اخي ما بدها. بس بس يا بنوب، ان شاء الله مفكرتيني مجنون وما بعرف نواياكي. اي نوايا يا اخي برهان؟ رح اترك القصة لضميرك، هذا شرفنا وهي عفتنا يا اخي. اي شرف هاد؟ لو كانت بنتك عندها عفة وشرف ما كانت فوتت زلمة على غرفتها بنص الليل. لا تخليني احكي. ها اشكري ربك انه قبلنا نزوجها للولد. عادي اهدي شوي. بنتك من لما اجت لهون عم تخطط للي صار ونجحت خطتها. لو شو ما كانت، يعني انا مو من حقي اشوف بنتي لابسه بدله العرس. عم اقول لك لا تخافي، ما رح نبخل عليها ببدله عرس. شو رح اقول بكره قدام قرايبينا؟ شو رح اقول لهم اذا سالوني ليش ما عملتوا عرس؟ قولي لهم كمال ما صار له زمان مطلق مرته وما حب يعمل عرس، واهل العريس شافوا انه هالشي مناسب. مور. مرحبا، معي طرد لفتون اوليا اوغلو. طيب انا بستلمه. مين بعته؟ نسيت سليم. مين هاد سليم؟ سليم استاذ الرسم؟ والله انا ما بعرف، ممكن تعطيني الهوية؟ طيب مشي هلا بلا ما تطالعني لفوق. معلش ما بقدر. خلص اكتب فتون اوليا اوغلو. طيب معلش توقعي. هات. مع السلامة. عن إذنك.